الله يرحم الشهداء وينصر أبطال الجيش. السادس والعشرين من حزيران يوم مميز في حياة هذا الصنف البطل الذي يحتفل اليوم بالذكرى 43 لتأسيسه. أخواني وأبنائي منتسبي في أعلى طيران الجيش ضباط ومرافق، أتقدم إليكم بأزكى التهاني والتبريكات مناسبة الذكرى 43 لتأسيس سنة طيران الجيش. إن 26 من حزيران من كل عام هو يوم مجيد ومميز في حياتنا كمنتسبين لهذا الصنف البطل وفي حياة جنودنا الأشاوس في جيشنا الباسل لما يمثله هذا الصنف من قوة ساندة لقطعات الجيش في حسم المعارك وتأمين الغطاء الجوي لها والتصدي للإرهاب، وقدم الكثير من الشهداء الطيارين والمقاتلين الجويين والفنيين دفاعا عن أرض الوطن الغالي. أقدم شكري وتقديري للسيد القائد العام القوات المسلحة والسيد وزير الدفاع المحترم والسيد رئيس أركان الجيش المحترم على الدعم المتواصل للقيادة في كافة المجالات، ونعاهد الله أن تبقى قيادة طيران الجيش ضباطا ومراتب درع العراق الحصين وليد الضارب لحماية أرض الوطن وشعبه. ويتعذر توصل يمه ويكبص الأرض والعرض لا توصل هن التحت وجح عن كلك يهنكك ارجح سجاد الصلاة لو ردت فوق الصيف اتيمم وتركع يلا. شرفنا اليوم بزيارة قيادة طيران الجيش ونحيي جميع الجنود الأبطال على جهودهم المبذولة. نشكركم شكرا جزيلا وندعو الله أن يحميهم من كل شر. استذكار لما مضى، طبعا احنا من العوائل اللي تعبت نفسيتها كثيرا ونفرح من نشوف انه شهيد بعد وجوده حاضر بيناتكم، هالشيء جدا يسعدنا. وبهذه المناسبة العطرة نهين السيد القائد العام للقوات المسلحة والسيد وزير الدفاع المحترم والسيد رئيس أركان الجيش المحترم والسيد قائد طيران الجيش المحترم وجميع منتسبي قيادة طيران الجيش ضباطا ومراتب بهذه المناسبة العطرة، ولا ننسى أن نستذكر شهداءنا الأبطال الذين رووا بدمائهم الزكية أرض الوطن. حفظ الله العراق أرضا وشعبا وسماء.
نبارك جيش العراق وصنف طيران الجيش بهذا اليوم العزيز علينا، وهو يوم تأسيس صنف طيران الجيش. والجميع يعرف لما لهذا الصنف من أهمية في إدارة المعركة، ويتمثل الإسناد، تقديم كافة الإسناد بكافة أنواع الاستطلاع التصوير والاستطلاع المسلح والاستطلاع الدعم اللوجستي. نعاهد الشعب العراق، نعاهد الحكومة السياسية وقيادتنا العسكرية بأن نبقى جنودا أوفياء للذود بأرواحنا من أجل خدمة ورفعة العراق وشعب العراق. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار والشفاء العاجل لجرحانا. حفظ الله العراق وجيش العراق. أهلا للمهمات الجوية، وخير سند للقوات البرية ينفذون واجباتهم بمهنية ودقة واحترافية. مبارك لكم عيدكم يا عنوان الرجولة والغيرة العراقية. من قاعدة التاج الجوية فأقل عطواني، إعلام وزارة الدفاع.